تنضم إلينا في الاستوديو الدكتور هالة الغاوي، استشارية في قسم البرامج والاستجابة والمناصرة في منظمة ميد جلوبال. أهلا وسهلا. أهلا صباح الخير. أهلا صباح الخيرات. خلينا نحكي بداية، ما أهم احتياجات النساء الآن؟ بصراحة يعني هذا السؤال دائما بيطرح نفسه وبيقتل الأزمات والكوارث، باعتبار أو دائما يفترض أنه النساء والأطفال هن الفئات الأكثر ضعفا، وعلى مدى 12 سنة خلينا نقول من الـ 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 الكارثة أو الشيء اللي صار في سوريا، يعني خلينا نتخيل بالأساس مجتمع هش، مجتمع يفتقد كل الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة، وإجت كارثة كبيرة في وقت واحد وأصابت أماكن كبيرة وبتعداد سكاني كبير. إذا بدنا نحكي أنا كطبيبة خليني أحكي، وكأم وكناشطة واشتغلت بمجال الدعم النفسي والاجتماعي وكناجية أيضا من الزلزال، أنا كنت في غازي عنتاب وطلعت أنا وعيلتي، فعلا لحظات، بس أنا يعني لا يقارن وضعي الحالي بوضع آلاف ومئات الآلاف من العوائل والنساء والأمهات اللي ما كان أتحت لهم فرصة أنه على الأقل يطلعوا لمكان أكثر أمناً وياخذوا في احتياجاتهم الأساسية. فعلاً يعني الأيام الأولى خلينا نقول قضيناها في الساحات، في الحدائق، في السيارة، في المسجد، لا يمكن وصفها. كيف أنا كأم بدي أنا أعتني بأطفالي، كيف أنا عم شوف أنا كطبيبة بالمسجد لما عم شوف أم ما عم تقدر تأمن خافض حرارة ولا أي شيء لابنها اللي عم يبكي وعم يسعل، وأنا عم حس أنه عم يختنق بالليل، كيف فيني إدعمه؟ يعني هي عم بحكي بس هيك كمجتمع، بتجي أنت على الأم اللي هي عم تشوف كل هذا الاحتياج وما عم تقدر تقدم شيء، وشعور بالعجز، شعور بأنك أنت الخوف والرعب، وحتى بالمكان اللي قاعد فيه كل لحظة بتحس أنك ممكن تتعرض لهزة وزلزال أكثر. بصراحة إذا بدنا نحكي الاحتياجات الصحية يعني من ناحية طبية خلينا نقول احتياجات الخاصة اللي كل حكى فيها كله بيعرف شو معنات احتياجات خاصة للنساء وكيف قديش المرأة طلعت بتيابها، طلعت مثلا ممكن بغطى الصلاة، طلعت بشي خفيف، ما يعني ما أنا مجهزة حالة أصلا لتطلع بهيك كارثة. فينا نحكي أصلا عن الدعم النفسي وشو معنى أنه الدعم النفسي بهي الوقت، هل هو الدعم النفسي أنا أعمل له جلسات ولا أنا أعمل له الاحتياجات الأساسية لهي المرأة. فينا نحكي كمان عن الخصوصية، كتير اجتنا نحن حالات، وهلأ أنا عم بحكي بهي اللحظة نحن فريقنا كميدي جلوبال في فريق استجابة للكوارث، في فريق متطوعين جايين من دول مختلفة هلأ نازلين على شمال سوريا، كتير اجتنا قصص إنه الناس النساء بشكل خاص فاقدين الخصوصية، ما عم تقدر تقعد بمكان بس على الأقل تبدل ثيابها. يعني خلينا نتخيل أنت الرجل، يعني نكون صريحين، بأي مكان بيقدر يبدل يغير، ما حدا بيقول له شيء. المرأة حتى هذا الشيء، حتى الخصوصية، حتى تقعد بمكان تتسطح ترتاح ما في. يعني بصراحة حجم الحوامل، يعني في كتير يعني حوامل بهذا الوضع، يعني نحن مثل ما نعرف الحامل يكون له وضع خاص، فبتكون تقيلة في روح ببطنة، يعني خصوصا بالأشهر الأخيرة فبتكون تقيلة، ما في مكان تسطح فيه، ما في شغلات مستلزماتها، أدويتها، فيتاميناتها. ومثل ما ذكرتي يعني موضوع الدعم النفسي على طول بنشوف بوستات على السوشيال ميديا، أنه يعني أنا كوضع امرأة، أنا عم بحكي على لسان الكاتبين، أنه أنا ما بدي دعم نفسي، أنا بدي تحطي لي بيت، تستأجروا لي بيت مشان أنا ما خصوصيتي، يعني بغض النظر سواء هي كانت متعبة نفسيا أو مو متعبة، لكن أنت ما فيك تعدي تعالجي هي الحدا نفسيا إذا ما أمنتي لبيت مشان هي تقدر تفش قلبها، تحكي لك بكل صراحة، تجيب لها مستلزمات ومستلزمات أولادها أيضا. فنحن فعلا بحاجة شيء مادي كاش نقدمه للنساء لاستئجار بيوت لهم. طبعا يعني ما عم نحكي على مستوى بيت، عم نحكي على مستوى خيمة. صح. يعني المطالبات في سوريا مو انه انا بدي بيت وبدي اقعد، بالعكس الناس صارت تخاف من البيت بهذا الوضع، بدها خيمة. يعني الناس عم تطالب بخيمة لسه ابسط من قصة بيت. وهون بيقودنا بصراحة الحديث لموضوع الدعم النفسي والاجتماعي. الدعم النفسي والاجتماعي ليس فقط جلسات متخصصة، الناس هلا انت اصلا ما فيكي، كل الناس عايشة خوف حقيقي لسه، ما خلينا نقول عايشة رعب، وفي ناس صدمات، في ناس فقدت احبة، في ناس فقدت اقارب، وكلياتنا فقدنا. بس هي الفكرة إنه مستويات الدعم النفسي بدك تعرفي كيف تقدميها. في شيء اسمه احتياجات أساسية، هي من مبادئ الإسعاف النفسي الأولي، مو الشيء اللي عم نحكي عليه
ممكن يجي بعد تقييم اولي وتشوفي شو الحالات، بس في شيء بيسك، في شيء بدك تقدميه لكل الناس بهذا الوقت اللي هو الاسعاف النفسي الاولي، تشوفي احتياجاتها، تدليه على الخدمات. نحن بمجموعات نسائيه كثيره مثلا موجوده هلا على الواتساب، الناشطات والمقيمين بعتاب وشمال سوريا، كله عم يسالوا، عم نحاول نحن نعمل بجهود بسيطه انه تربيط، عم تسال يا اخي الطريق لهون كذا، مين جهه بتقدم مثلا خيمه، مين في جهه ممكن تقدم علاج طبي لابني اللي عنده مثلا مرض مزمن، انا كمريضه او كحامل مثل ما حكيتي بالاساس الحامل عنده احتياجات طبيه خاصه وعنده ادويه، الناس طلعت من دون شيء، صح يعني حتى ادويه ما تفكر فيه، يعني شيء فعلا الوضع يعني بصراحه يعني ما بدي اقول انه كارثه، بس خسروا كل شيء، خسروا كل شيء، خسروا كل شيء، وجهه حتى في بعضهم بدون وجهه، يعني مثل ما ذكر التقرير انه ناس يعني انهبط عليها البيت ب 20 ثانيه، تغيرت كل حياتها، فاللي نجا نجا واللي ما نجا ما نجا، فانت تصوري يعني مثلا فقدتي لا سمح الله ابنك او جوزك جوا وطلعت في برا ما معك اوراق، فبدك تروحي تطايق كملك في حال كنت بتركيا، بدك تروحي على دائره الهجره، وهل عندك مصاري ولا ما عندك مصاري، انت لابسه اواعي فوقك ولا مو لابسه اواعي فوقك، فيمكن انشاء خيام تكون قريبه بمناطق اللي تم فيها الزلزال وفعلا تقدم البسه، او حتى يعني احنا ما عاد تحب حاجه اليوم للغذاء، احنا كثير شفنا كثير منظمات او كثير شيفات الله يعطيهم العافيه اكيد انتقلوا لهنيك، لكن الاكل صار كثير، العالم بدها كاش، هي بتعرف تشتري اكل او تشتري ادويه او هي شو بتحتاج؟ يعني هون بيجي انك تقييم الاحتياج او انت تنطلق من العائله، احتياج العائله، انا كعائله احتياجاتي غير احتياجات العائله الاخرى، انا ما بدي انا سله غذاء ولا بدي فوط صحيه ولا بدي ما عندي شيء اطبخ فيه سله غذاء. من هي النقطه دكتوره يعني انت تمام. كيف توجهتوا يعني كيف كانت اليه عملكم؟ تمام، هلا نحن بصراحه نحن موجودين يعني كمنظمه بالاساس موجودين على امتداد شمال غرب سوريا من دركوش لحتى مناطق تل الابيض وراس العين، بالاساس عندنا استجابات، عندنا مراكز صحيه، في عندنا فريق عمال صحه مجتمعيه، وبصراحه هدول كانوا الاساس او خليني اقول نقطه الانطلاق باي عمل اشتغلنا فيه، لانه هن بالاساس ابناء المجتمع، ابناء المخيمات اللي عم يشتغلوا فيها، وهن عم يطلعوا يعملوا هذا التقييم، الخدمات خليني اقول الصحيه او رعايه الحوامل، خدمات الصحه الانجابيه، توزيع غذاء على الاطفال، لسوء التغذيه. اول استجابه كانت عندنا هي فورا العياده المتنقله اللي هي عم تمشي على اماكن تجمع الناس وتقدم العلاج والادويه، بالاضافه طبعا اجى بيجي تبرعات كثير مثل ما قلتوا قصه الغذاء، قصه الخيام كمان كان في لنا مساهمه فيها، هلا مثل ما حكيت لكم بدايه انه نزل فريق طبي من اجل التدريب وليس فقط تقديم الخدمات، كمان هون في نقطه بصراحه مهمه يدربوا الناس والاطباء على الاستجابه لهيك حالات، يعني ما انا بس والله بدي اطلع انا اروح يومين ثلاثه اعمل خليني اقول خدمات عالج كم مريض وخسر القصه، هي ما في فائده، لا انت بتكت الطياره فيك تعطيه للناس جوا هي تعيش عائلات تعيش اشهر، هي الفكره لا في تركيز على الكوادر الطبية الموجودة المسعفين من أجل تدريبهم ليقدروا يتعاملوا مع هي الحالات اللي نحن مفكر إنه خلص نجا، يعني أنا كطبيبة جراحة الناجي مو فقط أنت طلعته من إنقاذ وعم يتنفس، قد هذا يتعرض لبتر، يتعرض له في إصابات داخلية بدها متابعة، ممكن يقعد بالعناية 20 يوم، كل هي بدها متابعة لفعلا يصير ناجي، مو انا بس فقط طلعتهم تحت الانقاذ اعتبرته ناجي طبعا. بصراحه مشان هيك الاستجابه فعلا مدروسه بقصه انه انا قدر المستطاع نعمل تدريبات للكوادر الطبيه للمسافرين في متابعه كيف في متابعه الحالات، ممكن مثلا في حاله بترت ساقه تم معالجتها، هل في متابعه من قبل منظمتكم انه هاي الحاله عم تاخذ كل احتياجاتها وايضا تندعم نفسيا بعدين؟ في خطة أكيد لسه ما وصلنا بصراحة لهي المرحلة، بس من ناحية الدعم النفسي عندنا بالأساس كمان بعياداتنا فرق بتقدم دعم نفسي، في عندنا فرق إدارة حالة، في عندنا تشبيك مع منظمات أخرى شريكة بموضوع مثلا خلينا نقول الأطراف الصناعية، إعادة التأهيل، كل هدول موجودين، يعني إن شاء الله نقدر، يعني مثل ما قلتي الاستجابة كانت كارثة، يعني دولة مثل ما حكينا تركيا وفيها عم تلاقي صعوبة واستنجدت فما بالك بسوريا، فما بالك بسوريا بالأساس البنية التحتية متدمرة على وخاصة الطبية وخاصة الطبية كثير مشافي تضررت حتى هلا بالأزمة يعني صحيح. طيب بما انك ذكرتي الدعم النفسي، طبعا كما هو معروف حاليا هو الدعم النفسي للطوارئ، لأنه أي أعراض نفسية ما بعد الصدمة فهي ما بتظهر لبعد شهر تقريبا من الحادثة، شو اللي عم تقدموا بهالمجال وشو أكثر القصص اللي عم تسمعوها أو الاحتياجات شو عم يقولوا لكم يعني بخصوص يعني بصراحه اكثر الحالات الصعبه اللي هيك شفناها ولا هيك شوي تقييمات طلعت بفريقنا اللي جوا انه لما حدا رجل
عم يبكي ويقول لك فقدت عيلتي، انا يا ريتني متت معاهم، هات شو بدك تحكي معه؟ يعني كثير في صعب وفعلا، بس يعني لازم نتقبل نحن كمقدمي خدمه كعاملين بالمجال الانساني انه نعطي هي المساحه. ما بدي انا له يعني بدي اسمح له هو يعبر، بدي اسمح له يحكي عن مشاعره، لانه في مراحل بالفقد وتقبل الكارثه وتقبل الشيء اللي عم بيصير مع الانسان بده يمر فيها. بس مثل ما حكيت برجع وباكد، اكثر ما انا قبل ما افوت بالشيء التخصصي لهذا الانسان اللي بدي تابع حالته، بجوز هو الريزيلينس او المقاومه النفسيه تبعه تساعده هو بعدين انه يتحسن، بس على الاقل انا بدي اشوفه بهي اللحظه شو محتاج. غير قصة، وعلى الأقل كمان إنه أنا أقدر المختصين أو اللي داعمين النفسيين خليني أقول واللي بدي أقدمه تدريبات يقدروا يقيموا حالته للمتابعة، بعدين يعملوا ترياج أولي في شيء أنا بقدمه لمية بالمية من الناس، بعدين في شيء بعد شهر بيظهر إنه أنا بدي أقدمه بس لعشرة بالمية من الناس. هاي المفروض تكون بصراحة بالحسبان، لأنه احتياجات الناس النفسية، مرونتهم النفسية، مشاكلهم بالأساس هني قبل الكارثة كيف كان وضعهم، كله بيلعب دور بالأعراض النفسية وباحتياجهم للدعم النفسي لاحقا. يعني في كتير تقارير شفناها ظهرت إنه النساء بمراكز الإيواء سواء بتركيا أو حتى بسوريا، عدم الخصوصية حكينا عنه، عدم وجود تواليتات وحمامات مشتركة في بعض الأحيان وإلى ذلك، يعني في حالات ل يعني تحرش. نعم. يعني نعم. تحرش تعرض إلى النساء. أنتوا كمنظمة هل عندكم آلية ممكن تحموا النساء فيها، وهل فعلا حدا من النساء إجا لعندكم وحكى لكم قصته وفعلا يعني لقيتوا تجدوا له حل أو ممكن يتقاضوا هذا الشخص أو يتم محاسبته؟ يعني خليني أقول لك بوقت، خليني أكون صريحة بشكل كامل معك، بحالات الاستقرار قبل الكارثة التبليغ عن حالات الاعتداء أو التحرش أو يعني أبسط شيء بالمشكلة الجنسية كتير قليل. كتير بده وقت لحتى أصلا تطلع تحكي، يعني عداك عن قصة الخوف، عداك أنه بالأساس أصلا المتحرش خليني أقول والمعتدي بده يجي على الفئات المهمشة الأكثر ضعفا اللي هي ما عندها معيل، اللي قاعدة بالمخيمات، هذا كله قبل الكارثة. هلأ فما بالك هلأ بعد الكارثة، الخوف ما رح يخلي الناس لسه تبلغ، مع أنه وردتنا حالات يعني الناس اللي عم تطالبنا مثلا، خلينا نقول بمثل قلت لك المجموعات النسائية اللي موجودة فيها، مشان الله أنا عندي ثلاث بنات وأنا عم تعرض عم يتعرضوا للتحرش، تسميع الكلام والأذى بالمكان الموجودين فيه. هذا بصراحه مشكله كبيره، وما عنده خيار اخر، ما في خيار، وعم تطالب ان شاء الله بس امنوا لي خيمه، ما بدي شيء، ما بدي شيء ثاني، بس تقدر تاخذ بناتها وتبعدهم عن مكان الاذى اذا ما وجدت اليات محاسبه، وهذا للاسف ما انا موجود لسه حاليا، ما موجود لكن حاليا. لكن فتحوا، شفنا هذا الشيء بتركيا لما مسكوا سارقين شفناهم منزقين بالعواميد، هذا الشيء اتوقع يعني هو اكبر أنواع تماماً. الجزاء بالدنيا حتى يكونوا عبرة. فبطلب من كل النساء اللي عم يسمعونا، في حال تعرضتي أنت أو أحد من بناتك لا تسكتوا، احكوا بالنهاية إحنا كلياتنا معكم، إحنا أكيد مصدقينكم، وأكيد هاي الظروف الصعبة يعني بتمنى من أي حدا بده يقدم خدمة، بده يقدم يعني أي شيء، أنت ما تقدم خدمة مشان تأخذ بدالة شيء ممكن تحرش جنسي ولا لفظي، كله هذا تحرش بيندرج طبعاً. يعني حتى أنت الاستغلال الحاجة يعني هي كلها بمبادئ العمل الإنساني موجودة وموجودة، بس مثل ما قلت لك التحدي الكبير أنك أنت بسوريا هلأ بتركيا ممكن آليات المحاسبة أكثر، الجرأة تبعت النساء لأنه بتعرف في شيء سند إلها، بس للأسف الواقع بسوريا أصعب. يعني أنت مجرد تبلغي لا بيجي طريقة آمنة، في بدها تعد للمليون بقى الهدفنا ودورنا، لأنه المجتمع كمان المجتمع أساسا في غلط. نعم. يعني نعم. أقل كلمة ممكن تسمع أنه لو ما أنت فاتحة فرصة مثلا ما كان تم التحرش للأسف فيه. فهون المجتمع، نظرة المجتمع لازم نوقف مع بعض كلياتنا كسوريين فعلا، يعني نوصل لدرجة من الوعي أنه يعني بالنهاية يعتبر هي تكون حدا بيخصك، لازم نصدقها، ولازم نحن كمجتمع لما نشوف حدا مثل هاي المرأة ندعمها نفسيا ونشجعها انه هي تفضح المتحرش، ونحطها بمكان امن اول شيء، لانه هي حتى تتشجع تحكي اذا ما هي شاعره بالامان، بجوز المتحرش نفسه يرد ياذيها اذا ما حطيتها انا بمكان امن وابعدتها وابلغت وكان في سلطه فعلا تحاسب. يعني هذا الشيء بصراحه يعني تحدي جدا كبير، ولازم فعلا ينشغل عليه بطريقه على الاقل المنظمات اللي هلا دخلت وبقوه. نحن بصراحه فرقنا كلها مدربه على
على طريقة الإبلاغ، على طريقة إنك كيف تتعاملي مع هدول الناجيات، كيف تحافظي على سريتهم خصوصيتهم أو حتى تحوليهم لمراكز ممكن تعنى. بس مثل ما قلت لك يعني هلأ الكارثة على مدى أسبوعين، لسه هلأ بدك تبلشي تسمعي القصص اللي صارت بجوز بالأيام الأولى، لسه وتحاولي تدعمي النساء بالضبط، وتحاولي تدعمي النساء اللي تعرضوا وتحمي قدر المستطاع النساء اللي ما تعرضوا. يعني بما أنه ذكرتي يعني نختم، أكيد قصتك قصة واقعية، هي نجت هي وأولادها من زلزال عين تاب، فممكن يعني بدقائق جدا قليلة تحكي لنا تجربتك، كيف طلعتي، كيف كانت هي الثواني البشعة بحياتنا جميعا؟ بصراحة يعني أنا لحد الآن بحاول ما أتذكرها ولا أفكر فيها أبدا، يعني بتخيل حالي بس بتذكر حالي إنه جنب الباب وضابة أولادي، أنا عندي 4 أولاد، الاثنين الصغار كنت هيك قاعدة فوقهم وعم صرخ، كان والدي هو كبير بالعمر جوا بس عم صرخ له إنه يطلع. يعني لحظات فعلا القيامة، يعني لما بتحسي كل شيء حيطبق، ما في بإيدك تعملي شيء. نزلنا طبعا بملابسنا ما من دون لحقتي تنزلي من البيت؟ لحقنا ننزل الحمد لله، البنايتنا تأذت بس الحمد لله ما وقعت، وعم بيقولوا لسه الأذى ممكن معقول وهيك وبده فيها زفت بدادية بالضبط. بس اللحظات اللي قضيناها بالسيارة تحت التلج والمطر، طبعا السيارة ما ساعدتنا، قعدنا بالبرة هيك تحت مثلا شادر، هي صادفت مع منخفض جوي، يعني العالم كانت مكنكنة من التلج ومن البرد يعني. بعدين لحتى صارت الهزة الثانية شفتي بعدها، صارت 1 الصبح وبعدين صارت هزة كمان قوية على تقريبا 1:30 الظهر، وقتها قررنا نروح على الجامع، قلنا يعني الجامع كان يكون أمن مكان بصراحة، يعني التجاء للرب إنه يعني إنه المسجد إنه مساحة فاضية ممكن الأولاد هيك يشعروا بالأمان، في طاقة روحانية تماما، يعني حتى مو بس الروحانية قد ما إنه كمكان ممكن تلاقيه نظيف. وقضينا فيه 4 أيام يعني ما بحب أذكرها بصراحة من عمري من كتر صعوبة الوضع اللي قضيناه. ما كان عندنا مشكلة بالأكل، ما كان عندنا مشكلة بالشرب، بس حالة الرعب اللي كل شوي اللي كنت عم تحس فيه، صعوبة إنك توصل مثلا فوتة الحمام، البرد، يعني شيء فعلا كان. ونحن كنا نعتبر، أنا ما بعتبر حالي ناجية، أنا بعتبر حالي ما تعرضت لشيء مقارنة بالأهوال صحيح. اللي سمعناها. الحمد لله على سلامتك وسلامة الناجيات، يعني يا رب الناجين. ما ضلتوا تحت الأنقاض لعدة أيام يعني. مثل ما نسمع كثير من القصص. للأسف يعني فقدنا الناس كثير بأنطاكيا. الحمد لله على سلامتكم، وشكرا لك دكتورة هالة الغاوي، استشارية في قسم البرامج والاستجابة والمناصرة في منظمة ميدا ميديكلو. شكرا لك. شكرا.